بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأتم التسليم إلى يوم الدين. بادئ ذي بدء إخوان الكرام، أسعد وإياكم بالترحيب بصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فحياكم الله شيخنا. حياكم الله جامعة القصيم. في جامعة القصيم. الله يحييك، مرحبا بك وبالأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا. ثم أثني بشكركم والسلام عليكم، وننطلق فضيلة الشيخ مع هذا السؤال الذي وردنا. تعرضت بلادنا في هذا اليوم، في بالذات على وجه التحديد في نجران صباح هذا اليوم، إلى ضربة شرسة من الحوثيين في مواقع مختلفة، وبلاد المسلمين يعني في شتى بقاع المعمورة، سواء في السعودية أو في غيرها. ولا شك أن أمن السعودية هو أمن لجميع بلاد المسلمين. نعم. فما توجيهكم حيال ما حصل في هذا اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بلادنا بالتأكيد هي محور بلاد الإسلام، وهي قطب الرحى فيه، ولا يشك مؤمن أن أمن وسلامة بلاد الحرمين هو سلامة لجميع بلاد المسلمين. هذه البلاد تضم في جنباتها أطهر البقاع، تضم في جنباتها مهبط الوحي وعاصمة الإسلام الأولى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومهاجرة وتضم مهاجرة، وهي المدينة الطيبة، يثرب الطيبة طيب الله ثراها. هذه البلاد المباركة بالتأكيد أن المؤمنين الذين يتوجهون إليها في كل صلاة، في كل يوم 5 مرات على أقل تقدير، يهمهم ويشغلهم سلامتها وأمنها، وأمنها كل لا يتجزأ بالتأكيد، فأمن أطرافها هو أمن لجميع أجزائها، فإذا انتهكت حرمتها وأصيبت باعتداء في أي طرف منها فهو اعتداء على كل جزء منها، لأن أمن وسلامة بلاد الحرمين كل لا يتجزأ، فما أصاب شمالها أو جنوبها أو شرقها أو غربها هو إصابة لهذه البلاد المباركة بجميع أجزائها. الحمد لله نحن في بلاد ننعم فيها بنعم عظيمة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس وعلى أهل الإسلام، فإن أمن بلاد الحرمين هو بشرى لكل مسلم، يسر كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن تكون قبلته التي يتوجه إليها آمنا، يستطيع أن يأتي إليها ويفد إليها آمنا مطمئنا لأداء شعائر الله عز وجل، ويطمئن على حرمة وصيانة هذه البقاع المقدسة وهذه البلاد الطاهرة. ما جرى اليوم هو من جملة ما يفعله العابثون من استهداف لهذه البلاد لزعزعة أمنها وإصابة أطرافها، ولكن ولله الحمد نحن نبشر أهل الإسلام بأن هذه البلاد بلاد لا تهزها مثل هذه القذائف العبثية التي تستهدف المواطنين وتستهدف بلاد المسلمين وتستهدف بلاد الحرمين، وتسعى إلى تحقيق أغراض أعداء الله وأعداء رسوله. هؤلاء الذين أصموا آذان المسلمين منذ زمن أنهم يريدون تحرير الأقصى، ويرفعون شعارات الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، لم يرى هؤلاء منهم إلا شرا وتكذيبا لكل الشعارات الكاذبة التي يرفعونها، حيث إنهم لم يستهدفوا إلا أهل الإسلام، فالحوثيون أعداء المسلمين في اليمن، أعداء أهل اليمن أولا ثم أعداء أهل الإسلام في هذه الجزيرة المباركة،
لم يطلقوا رصاصة واحدة على من يصرخون ليلا ونهارا بالموت لهم، في حين أن ضررهم نال بلاد المسلمين، نال إخوة المقيمين معهم المشتركين معهم في الوطن وفي العرق وفي الجنس من اليمنيين، فآذوهم وعاثوا في الأرض فسادا وطفح فسادهم وشرهم حتى أصاب بلدانا مجاورة بالتهديد أولا والمناورات ثانيا والاستهداف ثالثا كما جرى في هذا اليوم من استهداف المدارس، بعض المدارس وبعض الأطراف والمستشفى الميداني بالقذائف القذرة التي سيعود وبالها وشومها على قاذفيها عليهم من الله ما يستحقون، ونسأل الله أن ينزل بهم سخطه وأن يعجل بعقوبتهم وأن يكفي اليمنيين وسائر المسلمين شرهم، فهم شر يعملون لمصالح أجنبية ويحققون أغراض أعداء متربصين لهذه الأمة، ولكن خابوا وخسروا، فما حصل أمر يزيد قناعتنا بصحة ما اتخذه ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وفقه الله من التصدي لهؤلاء والحزم في كف شرهم، ويؤكد أن هؤلاء لم يكونوا أبدا دعاة سلم، ولم يكونوا أبدا دعاة حوار، ولم يكونوا أبدا دعاة خير، بل هم أصابع للأجنبي المعتدي الذي يريد أن يستعملهم لتحقيق أغراضه، كما أفسد في العراق، كما أفسد في سوريا، كما أفسد في لبنان، ها هو يسعى إلى إيجاد موطئ قدم يفسد من خلاله في جزيرة العرب في جنوبها في حدود بلاد الحرمين، لكن يقيد الله تعالى هذه الهبة وهذه العاصفة وهذا الحزم وهذا الأمل الذي أشرقت به النفوس واطمأنت به القلوب. فأدعو المسلمين جميعا إلى التكاتف في ما يجب أن يكونوا به من الصيانة لهذه البقعة المباركة والحمية لبلاد الإسلام والحرمين الشريفين، وكل من قال إننا سنقف مع المملكة العربية السعودية عندما ينال أمنها شيء من التهديد، هذا هو التهديد قائم بهذه الجرائم التي تنبأ بها وتنبه لها ولاة أمر هذه البلاد وبادروها بالحزم وبادروها بالمعالجة قبل أن تستفحل، وتطاير شيء من شظايا هذا المكر فأصاب بعض بلادنا. أسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي المرضى وأن يصلح حال المسلمين وأن يعم الأمن بلاد الإسلام وأن يخلص المسلمين من كل ذي شر، وأسأل الله العظيم أن يكفي إخواننا اليمين شر هؤلاء الحوثيين ومن أعانهم، وأن يرد كيد هؤلاء المعتدين إلى نحورهم وأن يجعل دائرة السوء عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن العجيب الشيخ نجد سبحان الله أنهم لا يستهدفون إلا المدارس المستشفيات، بل في هذا اليوم تقرير قرأته الشيخ أنهم سمموا المياه التي موجودة في عدن في اليمن، نعم، قاموا بتسميمها حتى تسمى المجموعة. هذا من نعمة الله أن الله فضحهم، لا يفعل هذا إلا عدو للمسلمين، لا يفعل هذا إلا عدو للشعب. هؤلاء يزعمون أنهم ينصرون المظلومين وهم الظلمة الفاجرون، يزعمون أنهم يحاربون أعداء الله وأن قصدهم عز الأمة وهم شوكة في خسارة الأمة حيث حلوا. فمثل هذه الأعمال التي تذكر من تسميم مياه الشرب، من قطع الكهرباء عن اليمن، من استهداف المملكة بهذه القذائف وبمحاولة النيل من حدودها، كل هذا يكشف شيئا من خبيث نوايا هؤلاء ويكشف تخبطهم وإرادتهم الرديئة التي يستترون وراءها بشعارات كاذبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزل بهم سخطه وأن يكفي المسلمين شرهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.